اهلا بيكم في قناة 5 minute practice، معكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسلة معلومة على الماشي. بس المعلومة بتاعت النهاردة طويلة شوية دسمة شوية بس مهمة جدا. هم اسماء العائلة، طبعا مش جاي عشان اقول لك father و mother و son و daughter والحاجات ديت، لا لا، احنا هنتكلم عن الحاجات اللي مش بنسمعها عادة، جوز اختي، مرات اخويا، نسيبي، الحاجات دي ومهمة جدا، وصدقني حواليك كتير الاشخاص دولت، فمهم انك تبقى عارف ما بيتقالوا ازاي بالانجليش. يلا نشوف. بص، احنا هنقسم الكلام دوت لثلاث مجموعات، ركز معايا كده عشان ايه الدنيا تبقى حلوه ولذيذه. اول مجموعه هنسميها مجموعه المتشابهات، تاني مجموعه هنسميها الاستبات، وثالث مجموعه هنسميها اللوهات. يبقى متشابهات، استبات، لوهات. متشابهات، استبات، لوهات. نمسك المتشابهات. عندنا فيهم فيانسي وفيانسي، خطيب وخطيبه، خطيبتي وخطيبي، فيانسي فيانسي. الفرق بينهم فرق حرف الاي زياده دي، يبقى فيانسي اللي هي خطيب باي واحده بس. طيب فيانسي اللي هي خطيبه باتنين اي، البنت بتحب الدلع فاديها دلع زياده، اديها اي زياده. طيب دول اول متشابهتين. تاني متشابهتين هاف براذر هاف سيستر. ايه هاف براذر هاف سيستر دي؟ هاف يعني نص، يعني نص اخ ونص اخت، يعني من غير رجلين ولا ايه؟ لا، يعني اخ او اخت غير شقيق، غير اشقاء، يعني من نفس الاب بس من ام تانية. يبقى دي اسمها my half sister my half brother. طيب المجموعة التانية هي مجموعة الاستبات، انا بعرفهم بالبلدي كده هم الاشخاص اللي كانوا متجوزين قبل كده وعندهم عيال واخدوا next step في حياتهم واتجوزوا تاني. يعني مثلا لما الاب يبقى عنده ابن او بنت ويتجوز واحدة تانية، الابن او البنت دولت يقولوا للتانية دي ايه؟ هي في مقام امهم صح؟ فبنقول step mother step mother. طب العكس لو هي بقى عندها عيال يقولوا للاب ايه؟ يقولوا له step father step father. هو مش ابوهم بس هو في مقام ابوهم، جوز امي او مرات ابويا، جوز امي ومرات ابويا، step father step mother. طب هي تقول لنا ايه بقى؟ يعني مرات ابويا دي تقول لنا ايه؟ تقول لي step son، ما انا زي ابنها، زي ابنها، فزي دي اعتبر ان هي كلمه step، يبقى step son. طب لو بنت step daughter، طبعا الاب نفس الكلام هيقول لعيالها step son و step daughter. طب العيال يقولوا لبعضهم ايه؟ زي اخويا، يبقى step brother step sister. يبقى سريعا مجموعة الاستبات هما الستيب father step mother step son step daughter step sister step brother. زي ابويا، زي امي، زي اخويا، زي اختي، زي ابني، زي بنتي. شيل كلمة زي وحط مكانها step. والمجموعة التالتة وهي مجموعة اللوهات. مين اللوهات دول بقى؟ اللي هما النسايب. بص يا سيدي، هما نفس sister و brother و son و father وكل الكلام ده، هنحط بعديهم in law. in law يعني ايه؟ in law يعني نسيبي، لما تحط الكلمة دي تبقى بقت نسيبي. طيب هنشوف ازاي. مثلا جوز اختي يبقى مين؟ brother in law. طيب مرات اخويا تبقى sister in law. طيب ابو الزوج او الزوجة father in law. طيب ام الزوج او الزوجة mother in law. طيب جوز بنتي son in law. طب مرات ابني يبقى daughter in law. يبقى نختصرهم كلهم من الاول تاني، ثلاث مجموعات، متشابهات، استبات، لوهات. المتشابهات فيانسي وفيانسي، خطيب وخطيبة، half brother half sister يعني اخويا او اختي بس مش اشقائي، الاستبات اللي كانوا متجوزين وعندهم عيال واتجوزوا تاني، وبنحط لهم step قبل اسمهم، step father step mother وهكذا. اللوهات هم النسايب، وتحط لهم in law بعد اسمهم، brother in law sister in law، يعني مرات اخويا، جوز اختي وهكذا. بس سيدي دول كانوا الاشخاص اللي انا حابب ان انت تتعرف عليهم من قبل جديد، يا ريت تناديهم باسمهم الجديد علشان هيبسطوا قوي قوي قوي، خصوصا من فيانسي دي فظيعه فظيعه. يبقى خلاص كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. تنساش لو الفيديو عجبك لايك وسبسكرايب لو انت لسه بتتفرج وانت مش عامل سبسكرايب، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.